السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من مدينة الصخيرات والخبر السعيد، الخبر السعيد للساكنة ديال مشروع الرياحين. كما كيعرف الجميع الكل ينتظر بفارغ الصبر لحظة تسليم المفاتيح، لحظة تسليم المفاتيح. فعقلتوا معايا الاخوان هذاك الياجور اللي كان كله في اليسر هنا، فهو شد براسو هنا في اليمن. الله يكمل كل شيء بخير يا ربي. كما قلت لكم الشركه ديال سوس ماج تبارك الله واحد الوتيره سريعه الاشغال باش كتمشي. هنا عندنا السيكتور 2 و5 اللي في اليمن بدات فيهم العمليه ديال تسليم الشقق في الوقت اللي السيكتور 3 و4 ان شاء الله و6 هما الموضوع ديال هذا الفيديو هذا اللي كنبغي ناكد عليه ان شاء الله، انه عما قريب غتبدا العمليه ديال تسليم الشقق. والاكثر من هذا كنشوفوا انه السيد القائد التحق بالساكنه ديال مشروع الرياحين وبشرهم انه غادي يكون الخير ان شاء الله، وغادي يكون اجتماعات، وغادي تكون يعني واحد الخدمه اضافيه، خدمه اضافيه. هو السيكتور 6 اللي كنبغي ناكد عليه انه راه ترقم، السيكتور 6 راه ترقم واجد، يعني بقاو بعض الرتوشات غادي يكون خدمه زايده ان شاء الله، غيتزادوا الخدامه، غتزاد مجموعه من الامور باش ان شاء الله عما قريب واحد 3 الاسابيع يعني لابعد تقدير غتكون الامور واجده. كاين اللي غادي يقول لي المدرسه، فناس الشركه يسابقون الزمان باش ان شاء الله المشكل ديال المدرسه ما يكونش بالمره وتمشي الامور على اكمل وجه. اللي كنبغي ناكد عليه فيما يتعلق بالمدرسه، فان شاء الله كنعرفوا جميع ان الناس في شهر 9 كتمشي وتجي مع الطريق ريتامه، تبدا الدراسه الفعليه بدايه شهر 10. شهر 10 تقريبا بقات لنا لي واحد شهر و8 ايام تقريبا، شهر و8 ايام. فاللي كنبغي ناكد عليه انه في هذه الظرفيه ديال شهر و8 ايام ان شاء الله تعالى غادي يكونوا الناس سكنوا باذن الله، غادي يكونوا الناس سكنوا. وواحد النقطه مهمه كنبغي نشير ليها، واللي هي انه راه بداو كيعيطوا الناس وكيسولوهم الوليدات ديالكم واش عندكم وليدات كيقراو. هذه راه مجموعه من الاسر غيكون جاهم الاتصال، غير ديروا بالكم مع التليفونات ديالكم. وكاينين الناس اللي كيلتحقوا بالشباك الوحيد المتواجد في المسيره واحد بجنبات الملحقه الاداريه يعني الثانيه اللي كتشرف عليها السيده القائده السعديه. فتم الشباك الوحيد كتاخذوا جميع المعلومات المتعلقه بالمدرسه. وراه ربما الناس عاوتاني اللي مشاو راه اكدوا لهم ان الوليدات ديالهم غادي يقراو في الصخيرات، يعني راه كاينين المدارس الحمد لله، كنهضر على المدارس بتعليمات من السيد الوالي. كنشوفوا مدرسه اللي تبنات في ظرف قياسي هنا فوق السيكتور 5 في مشروع الرياحين ابتدائيه، وكنشوفوا المدرسه اللي جيت السيكتور 9 في مشروع الرياحين ابتدائيه، كنشوفوا مدرسه اعداديه في مشروع الفردوس، كنشوفوا مدرسه ثانويه وابتدائيه كذلك، او ابتدائيه اعداديه في مشروع يعني المنظر الجميل في الجنبات تما. فانتم الاخوان باش تطمئنوا الناس ديال السيكتور 6، هنا عندنا العماره 23، هنا الاخوان خدامين. كاين واحد الدرك اللي هو كبير الخدمه، لان الناس ولات مؤخرا كطالب بتسريع الوتيره وهذا، فكان تجاوب بين السلطات المحليه ممثلي الشركه الناس اللي غيستافدوا هنا. فكنشوفوا انه الاشغال راه مستمره حاليا فضل لحظات داخل الشقق، يعني الرتوشات الاخيره قبل التسليم كما سبق وشرط لكم ربما 2 الاسابيع 3 ان شاء الله على ابعد تقدير غادي تكون الامور مزيانه والناس غادي تدخل تسكن. اللي كنبغي نطمئنوا الناس هو انه راه الامور ديالهم بخير وعلى خير، الشقق ديالهم انتم كما كتشوفوا بعض الرتوشات، يعني كتلقى واحد الشرجم يعني مراكبش ولا منصول من بلاصته ولا شي بلاصه ما دايرش فيها الكابس ولا هذا هو اللي كاين. انتم ما يمكنش تدخل على الرتوشات وعاد تبدا عاود تصلاح وبدا، يعني الامور خاصها تكون ماضيه من بعد كتجي كتاخذ السارود ديالك كتكونترولي. الله يسخر، يعني كانوا بعض الاشكالات اللي راه عرفوهم الناس اللي سولوا وقلبوا هنا شنو كان الاشكال اللي كان قبل. الحمد لله الامور تحلات. دابا الاخوان دريضال مع الناس ديال الشركه مع جميع المتداخلين في الملف ديال مشروع الرياحين، الحمد لله راه تجمعوا الامور، خرجت الارض الوجود. ها الرخامه الاخوان بدا كيتحط هنا في الواجهات ديال الباب، يعني هذه هي المرحله الاخيره
هذيك الواجهه ديال الباب اللي كتكون في دخلت لعتبه الباب كيديروا فيها واحد الرخامه باش من وراها مباشره كتقنا غير البرونشمو ديال ريدال اللي كديرها حتى في واحد الوقت قياسي، فكتشوفوا الخدامه من 19 على المشروع كامل، يعني نقول لكم واحد العدد هائل ديال الخدامه هنايا الاخوان، عدد كبير ديال اليد العامله اليوم كتشوفوها في السيكتور 6 باش يطمئنوا الناس ديال الرياحين. راه ان شاء الله العمليه ديال التسليم ديال الشقق على الابواب ان شاء الله كيلزم شويه الصبر، وان شاء الله راه ما يكون غير الخير كما كتشوفوا معنا دائما. بالنسبه حتى للعمليه ديال الجارديناج راه شفنا ان الامور الحمد لله راه قطعت اشواط متقدمه. هنا العماره 52 كنشوف كاع العمارات خدامين فيهم الاخوان، لا من شراجم لا من كوزينه لا من يعني بيبان، اي حاجه خاصه شي روتوش راهم خدامين فيه، فالله يسخر الامور. كما قلت لكم راه سيمانه جوج سيمانات في المدرسه راه التدارك ديالها دايز، يعني ممكن تداركوها عاديه جدا. هنا العمليه ديال الجارديناج في سيكتور 6 الحمد لله الامور راه مزيانه، غادي نستمر معاكم. كتشوفوا الاخوان هنايا في جميع الجنبات، فالبشاره خير اللي كنبغي نقول لكم الاخوان هو انه ان شاء الله من هنا على ابعد تقدير واحد ثلاثه الاسابيع ان شاء الله تكون الامور مزيانه، والناس تاخذ التصويره ديالها ان شاء الله وتدخل تسكن. والمدرسه اللي قلت لكم ابتدائيه هي جات هنايا، هي غتبان لكم من هنايا راه مصبوغه بالبياض، اوكي راه هي الفوق تما جيت السيكتور 5 راه قريبه الاخواني مع الشمس ما كتبانش الصوره واضحه، هذا هو اللي كاين. هنايا عندنا السيكتور 6 العمليه ديال الجارديناج دازت هنا كذلك الامور. هنايا هنا السيكتور 7 هذا السيكتور 7 وحده السيكتور 7 ملي غيكون عندنا السيكتور 8 ان شاء الله اللي غتجبنا لنا تما، عندنا سبيطار هنا في الخلف، عندنا مجموعه من الامور اللي غادي تكون ان شاء الله، فكيلزم شويه الصبر ان شاء الله وراه ما غادي يكون غير الخير. السيكتور 6 في اليسار والسيكتور 7 في اليمين والسيكتور 3 و 4 هما اللي تحت قدامنا، 3 و 4 هما اللي قدامنا، فالله يدير اللي فيها الخير يا ربي والله يسخر الامور. وكما قلت لكم الحمد لله كنشوفوا انه كاين واحد الانزال كبير ديال اليد العامله هنايا باش ان شاء الله الامور تمشي على اكمل وجه. سريع الوتيره هي المطلب ديال الساكنه، والحمد لله هذا هو اللي شفنا من الشركه، يعني ضافوا مجموعه ديال الخدامه باش ان شاء الله الامور تكون مزيان. الله يسخر الامور، في انتظار ان شاء الله في القريب العاجل نشوفوا السويرتات كياخذوهم الناس ان شاء الله وتكمل الفرحه ديالهم. فكنقول لكم تهلاو لينا في راسكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.